طيب اسمع لا تسرق ان شاء الله عندي رياض عندي شيء حلو يعني ودي اطلبه يعني من المخرج يلا يحط اللقطه على كل واحد منا حلو وهو يقيم الصوت المناسب الصوت المناسب لشخصيه الشخص احنا بنقعد نناظر بالشاشه يعني يحط مثلا على عبد الله ويحط صوت حلو هل هو راكب ولا اذا يلا. هو راكب هذا التحدي طبعا نسوي رياكشن الله التحدي جاوب ياسمين يلا نبي نبدا شيء ابو ياسمين بعد اذنك ابو عبد الله عبد الله حرفي رياكشن ولا بدون بعد ابدا بالفهد ابدا بالفهد لا لا عبد الله عبد الله لا نبدا بالفهد طيب اسمعوا بعدين بنقيم حنا من 10 يلا ابدا بالفهد طبعا مع طبعا في اساسيات في المسابقه صوت الحمار ممنوع زين مبدئيا عشان بس نكون واضحين في القوانين يعني صوت الحمار ممنوع صوت الخنزير ممنوع صوت الكلب صوت الكلب يعني يعني ممنوع يلا يلا نبدا عبد الله حربي وحنا نقيم بياسمين هل هو طبق الصوت على الشخصيه ولا لا من 10 التقييم يلا نبي ندور علينا ها ما قد سمعت صوت الدوده يلا يلا بياسمين عبد الله حربي والصوت تبدا مين يا بياسمين صوت قربت مويه فهد خلاص هو اختار الحاله يعني اختار صح من الفكره طيب يسوي رياكشن ولا صوت انا اكيد ما في صوت لانه الزرافه ليس لها صوت اسمع اسمع شوف المفروض صح من الفكره ترى ما لا لا مو هذا ما اشتغل ما اشتغل اي لا هذه ما في نت الدعايه تخطي حط خوايده الان شعرك جميل ما يشترك في اليوتيوب صوت عليك ابو ترى بريميوم هو عليك ابو راحي انت اللي اخترعت الفكره والله وانا اوريكم ياسمين تقييمكم يا شباب راكب 100% 10 من 10 10 من 10 طيب عبد الله الحربي صوت ضفدع ما ادري هو يختار المخرج والله وبا والله ابو ياسمين اذا ما ضبطت مثلي تقعد تحط له لا يا اي لا جميل 2 من 10 والله ما مضبوطه والله اي والله يعني الله يستر الله يستر يا شباب لا لا فاصل لا مازن يلا ما ادري لا لا كم تقيم الصوت 2% صح 2 من 10 ياسر انا اقول 6 من 10 6 الحجم بس لا لا انا عجبتني 10 من 10 10 انا ما ابي تقييمك ادري 7 7 والله 7 7 7 في منطق بالموضوع يلا اللي بعده عطنا مازن الفقره ذي بين الاقتراح عطنا كنغر فقرة فاصلة بالله كنغر تكفى مسوي يعني صوت الكنغر انت عندك سؤالين ما هو صوت الكنغر والين كم دولة عندها حلو كنغر تكلم اذا اعطاني صوت الكنغر بفتح الجيب اخليك تكفى ايش في مع العصافير لا لا عبد الله يسولف لا زيد لا شباب عبد الله عنده مشاركة يلا اعطونا نسمع مشاركة من عبد الله يا ربي لا اله الا الله محمد رسول كفو يا خير انا من عندي والله راكب عليك والله صدق لا ايوه باقي هاي هاي هذا برطم كم تقييمك 10 الله يعطيك العافيه انا 12 من 10 الله اكبر ياسر يعني هذا خيل في بداياته لسه شوف الحجم الله عليك الله عليك يبغى له شوي ما مهر بس والله ان شاء الله بنزورك في الاسطبل ان شاء الله ترى اسمع اللي عنده ضعف شخصيه ايه ياسر بقرة ولا ايه لا لا قرب 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 لا لا هالدارة دي هالدارة دقيقة عيد عيد ما يحتاج لا 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 اله الا الله هذا بدون خرطوم لا اله الا الله في فلبيني يا فضحي فضحان تقييم انا بالنسبه لي 10 انا لا انا اقول 7 ها الله يستر انت وش طيب الحين هذا عبد الله كم تقيم ياسر 7 من 10 7 وانت الفيل انا 10 10 اذا كان دور بس الصوت الاول الصوت الاول مو محسوب لا 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 ابو ياسمين كان دور صوت زرافه فليس لها صوتي اي بس حط الصوره علي بس بس صوتيه انزل انزل حط على الصامت حط الصوره علينا بسوي كذا ما احتاج لا لا يلا شوف عرفت اصبر اصبر لا تكفى لا وش والله يقطع لا اله الا الله
والله الفقره هذه انا غير مسؤول عن الفقره هذه. هذا قرد ام الصلاطه ولا لا طبعا طبعا هي 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 لحظه بس عشان نوضح هي اصوات فقط مو على الشخص هي مجرد اصوات.